هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني هي دي خلقة ربنا، ومحدش يقدر يغير في نفسه أي حاجة، وكل واحد يقدر يقول الحمد لله على كل. طبعا الواحد كان متضايق من بصات الناس والتنمرات، وكان زمايلي مثلا يخافوا مني، كان مثلا ما يردوش يمشوا معايا طبعا عشان مختلف عنهم، ان كان في الاحذيه او كان في اللبس برضو. يعني هم كانوا يجيبوا هدوم عاديه لازم افصل، لازم افصل، فطبعا كان يخافوا مني، كان يبعدوا عني. مش كان اصحاب كتير يعني، كنت انا محدود كده، كان يخاف اني اضربهم، كان بس انا عادي، انا طيب وفي حالي، ومش مثلا باجي على حد، مش مثلا اني ازعل حد مني، مش مثلا، لا انا عادي خالص. هو اللي يشوفني من بعيد يقول يا ده ممكن يموتني، ممكن يبهدلني، ممكن يخبطني، لا يعني والله انا في حالي وعادي خالص، واللي قرب مني او صاحبني يلاقيني عادي خالص، وصاحبه وحبيبه ليه يعني اصلا يعني الحمد لله طيب. مش بحب اذي حد، ما بحب حتى لو حد يجي عليا وانا ماشي وشتمني او قال كلمه بقول الله يسامحك، اصل يعني انا طبيعتي كده وحياتي كده، ما احبش حد يزعل مني والحمد لله عادي قاعد. كان حد مثلا من اصحابي ناس بتجي لي يقعدوا معايا شويه، طبعا تحركاتي قليله خالص، ما بقدرش اشتغل عشان طولي وكده، وما زال لسه بطول يعني، لان الغده عندي الغده فرزت في الغده الهرمونات لسه يعني بتفرز معايا، فلسه عندي الوقت بطول وتعبان يعني، ظهري بيوجعني، وطبعا الغده النخاميه دي بتاثر على العظم كله، فمأثر برضه عندي على العظم ومأثر على جسمي والعرق، يعني هي تعتبر متحكمه في الجسم كله، حتى هي الغده دي اصلا مسمينها المايسترو، فيعتبر هي متحكمه في الجسم كله، وتعبه جسمي وتحركاته قليله، ما بقدرش اشتغل. ف هنقول الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يعني ما اختلفت عن الناس في الطول، وبقيت مختلف وانا عندي 11 سنه و12 سنه. كنت بدات بقى اني اختلف عن زمايلي في الفصل او في التخته مثلا في الدراسه، بدات اني ابقى مختلف عن زمايلي، يعني ابقى اطول منهم في التخته كده برضه. واختي نفس الطريقه برضه، بس اختي تعبانه خالص ما تتحركش من السرير، وربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض. فاني مش طالب اكتر من مثلا يبقى لي وظيفه، لي دخل شهري، اعيش عيشه كريمه، لي طبعا انا بتحرك بدي عربيه ربع نقل، يبقى لي مثلا عربيه معينه يعني اتحرك بيها، امشي بين الناس اقول مش ناقصنا حاجه، يا اما وظيفه حكوميه. يعني مش طالب اكتر من انا اعيش زي الناس. انا دخلت موسوعه جنس وخدت شهادات، يا فرحتي انا خدت شهادات، بس مفروض يكون واحد زي مثلا خد شهادات، مفروض مثلا يتكرم، مفروض يبقى له دخل شهري، مفروض يبقى له شهريه يعيش منها، مفروض يعني حياته تتغير للاحسن. ولكن اذا اقول الوضع يبقى كما هو عليه، مفيش تغيير خالص، الحاله بتسوء يوم عن يوم، وكل اللي نقدر نقوله الحمد لله على كل حال، الحمد لله. طبعا انت مختلف عن الناس، اكيد في نظرات، اكيد في مثلا تنمرات، ما انت مثلا مختلف عن الناس. لو انت حضرتك مثلا انت مثلا ماشيه في الشارع وانت ماشي وانا ماشي، حتى يعني هشد انتباهك، هشد التفاتك، هتبصي لي ليه؟ لان انا مختلف عنك. وطبعا هي الناس اصلا لا عجبها الطويل ولا عجبها القصير، يعني مثلا لو واحد قصير وماشي يعيبوا عليه، يقول يا لهوي ده قصير. يجي مثلا واحد يكون طويل يقول يا ده طويل. فهم الناس لا عجبهم الطويل ولا عجبهم القصير. وفي الاول وفي الاخر دي خلقة ربنا، ومحدش يقدر يغير في نفسه اي حاجه، زي ما الايه القرانيه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني هي دي خلقة ربنا، ومحدش يقدر يغير في نفسه اي حاجه، وكل واحد يقدر يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كان اختي تعالج في بدايه علاجي كان عندي 25 سنه، فطبعا كان فات العلاج يعني، فقالت تمشي على الابر وحضن كده. الوقت احنا بناخد عندنا الضغط وتعب برضه الجسم، عامله تضخم في الجسم كله، بس الا القلب، يعني الا القلب هو اللي تعبني. القلب
يعني انت مثلا عامل تضخم في الاعضاء كلها، في الجسم وفي الكلى وفي البطن كله، بس سبحان الله الا القلب هو مش متضخم. فلما الجسم كله متضخم ماشي، القلب مش مقاوم الجسم. ليه؟ لان سبحان الله هو القلب الوحيد اللي مش متضخم، بس العضله بتاعت القلب متضخمه. العضله بتاعت القلب ما اقدرش اطلع سلم، ما اقدرش امشي كتير، ما اقدرش اني اتحرك كتير. تحركاتي محدوده، تحركاتي انا معدوده، ما اقدرش ان انا اتحرك كتير، ما اقدرش ان انا امشي كتير، ما اقدرش ان انا اشتغل، يعني تحركاتي معدوده. كنت طبعا واحد كان متضايق من بصات الناس والتنمرات، وكان زمايلي مثلا يخافوا مني، كان مثلا ما يردوش يمشوا معايا طبعا عشان مختلف عنهم، ان كان في الاحذيه او كان في اللبس برضو. يعني هم كانوا يجيبوا هدوم عاديه لازم افصل، لازم افصل، فطبعا كان يخافوا مني، كان يبعدوا عني. مش كان اصحاب كتير يعني، كنت انا محدود كده، كان يخاف اني اضربهم، كان بس انا عادي، انا طيب وفي حالي، ومش مثلا باجي على حد، مش مثلا انا ازعل حد مني، مش مثلا، لا انا عادي خالص. هو اللي يشوفني من بعيد يقول يا ده ممكن يموتني، ممكن يبهدلني، ممكن يخبطني، لا يعني والله انا في حالي وعادي خالص. واللي قرب مني او صاحبني لقيني عادي خالص، وصاحبه وحبيبه ليه يعني اصلا، يعني الحمد لله طيب، مش بحب اذي حد، ما بحب حتى لو حد يجي عليا وانا ماشي وشتمني او قال كلمه، هو الله يسامحك. اصل يعني انا طبيعتي كده وحياتي كده، ما احبش حد يزعل مني والحمد لله. دي شهادة ولد اختي اهي، دي ان رجليها اهي، ودي ان الرد التانية، دي شهادة تانية، دي شهادة الزراعين اللي هم الزراعين 2.53 متر، ودي الثالثة، دي برضه بتاعتي اللي هو الكف الشمال 31.3 برضه، دي اللي خدتها من موسوعة الجنس، دي اللي احنا خدناهم، مش خدنا حاجة غير كده. كنا بنقول هناخد الشهادات ونخش موسوعة الجنس وحياتنا هتتغير، ولكن يبقى الوضع كما هو عليه. ودي بتاعت اختي برضه، ايوه هو ده شحاتها، ها دي الزراعين، ودي بتاعت اختي برضو، اهي الزراعين، ويا ريت اللي يشوفني ويشوف الشهادات دي.